نحن نعيش في منطقة غير مستقرة، وخاصة العراق الذي خاض حروب عديدة. لذلك نحن بحاجة إلى حوار حقيقي، بحاجة إلى تطوير مهاراتنا الفردية والشخصية، والتعلم كيف يمكننا أن نبث ونرسل رسائل من السلام والمحبة في مجتمعاتنا. في اعتقادي أن الإنسان من خلال المشاركة في هكذا ورش عمل يستطيع أن يكتسب مهارات فردية تساعده على تطبيق الحوار الجاد في مجتمعه لتذويب جميع المشاكل التي يواجهها. والتحدي الذي أواجهه في بلدي، ولعل أكثر الناس تواجه هذا هكذا تحدي، هو أن الكثير من الناس يقولون ما فائدة الحوار، والحروب تحصل كل يوم، والخلافات تتعمق أكثر، فما الجدوى من هذا الحوار؟ أقول إن الحوار، إن نجاح الحوار سيكون بشكل تراكمي. نحن نتمنى أن تنوجد مؤسسات مجتمع مدني كثيرة، ومراكز وصالونات ثقافية كثيرة تساهم في تثقيف لغة الحوار بين جميع الأتباع.